بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. صدق الله العلي العظيم. حديثنا في هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى تاريخي، وليس تحليلا علميا تاريخيا، إنما سرد تاريخ. في مثل هذه الأيام، في السنة 11 للهجرة، حدثت وقائع وحوادث مهمة جدا، تركت آثارا كبيرة إيجابا أو سلبا في هذه الأمة. بل لو تأملنا نرى أن آثار تلك الحوادث شملت حتى غير هذه الأمة. في هذا اليوم أريد أن أسرد فقط هذه الأحداث، بعض هذه الأحداث التي حدثت في مثل هذه الأيام في السنة 11 للهجرة. الحادثة الأولى، الحادثة المشهورة بالخميس الأسود، آخر خميس في حياة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، بالتحديد في اليوم 24 من شهر صفر في تلك السنة. النبي صلى الله عليه وآله قال كلمة عظيمة جدا جدا، ما قال مثل هذه الكلمة في كل حياته الشريفة المباركة.
قال: ما مضمونه؟ نتيجته أنه يريد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصنع شيئا يجعل كل المسلمين يسيرون على الهداية إلى آخر عمرهم. أي أثر عظيم! ائتولي بكتف ودوات لأكتب لكم ما لن تضلوا بعده أبدا. أثر أعظم من هذا الأثر؟ رسول الله صلى الله عليه وآله كان يريد أن يصنع شيئا في هذا الوقت هي نتيجة كل رسالات السماء، وهي نتيجة رسالته صلى الله عليه وآله. ولكن العياذ بالله، العياذ بالله تعالى، قال: إن الرجل ليهجر. البعض حاول أن يغير الكلمة، قال: غلبه الوجع. نفس المعنى. أولا، هذه الكلمة حالت دون حدوث هذا الأثر الأعظم لكل إنسان، هذا الأثر الأعظم للمسلمين. ما هو أعظم شيء يريده الإنسان؟ أن لا يضل. هذه الكلمة حالت دون هذه النتيجة العظيمة. في بعض النصوص أنه بعد أن خرج هؤلاء، عمر قال هذه الكلمة وجماعة أيدوها، صار لغط، فالبعض أيدوه، ثم خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وآله. رسول الله صلى الله عليه وآله طردهم، اخرجوا. بعد أن خرجوا بعض الصحابة بقي، فقال لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، الآن الجو صافي، الآن الوضع جيد، هادئ، الآن اكتب. فقال صلى الله عليه وآله: أبعد الذي قلتم؟ بعد هذه الكلمة اللي يهجر كلامه له قيمة بعد؟ هذا أولا. ثانيا، هذه الكلمة أمام رسول الله صلى الله عليه وآله فاجعة. يعني مرة، والعياذ بالله، والعياذ بالله، الشخص يقول كلمة كفر خلف النبي صلى الله عليه وآله، في غيبة النبي، النبي غير موجود في ذلك المكان، هذا أهون. أما أن يجابه شخص رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الكلمة، هذا أفظع وأفجع وآلم. هذا هتك حرمات، يعني الموانع، الحجب أزيلت، خلاص ما بقي شيء. أنت إذا أمام كبير، أمام شخصية مرموقة، مرة في عدم حضوره تقول كلمة على تلك الشخصية، هذا أهون. أما أمامه تقول كلمة عليه، هذا هتك للحرمات. ثالثا، هذه الكلمة تنافي نص القرآن الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. رابعا، هذه الكلمة
تركت أثرا كبيرا كبيرا في هذه الأمة، دماء ودماء جرت من وراء هذه الكلمة. أحد مراجع التقليد الكبار أدام الله ظله يقول هناك كلمة للصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها العظيمة تقصد هذا الموقف، وهذه الكلمة هي هذا النص في خطبة الصديق الكبرى: وأزيلت الحرمة عند مماته. عند مماته يعني قبيل الممات. الكلمة ليست أزيلت الحرمة بعد مماته. ثم تقول صلوات الله عليها: فتلك والله النازلة الكبرى والمصيبة العظمى. الشخص الذي يهجر يهذي لا قيمة لكلماته، هذا سلب لحجية كل كلمة لرسول الله صلى الله عليه وآله. الشخص الذي يحتمل فيه الهذيان، يحتمل فيه أن يقول الباطل، الذي يهذي يقول الباطل، الذي يهذي يقول الباطل، الذي يحتمل فيه هذا الاحتمال لا قيمة لكلماته، لا حجية لكلماته. أي كلمة من كلمات النبي صلى الله عليه وآله من الممكن أن يجعل هذا العنوان عليه. قد يكون رسول الله والعياذ بالله تعالى قد يكون قال هذه الكلمة هذيانا، ممكن يهذي، فهذه الكلمة أيضا كذلك تبقى حجية مطلقة لكلام النبي صلى الله عليه وآله. فتلك والله النازلة الكبرى والمصيبة العظمى. المصيبة العظمى هذه. هذا الحدث الكبير الأول الذي حدث في مثل هذه الأيام. الحدث الثاني الذي حدث في مثل هذه الأيام وبالتحديد في مثل هذا اليوم، أن رسول الله صلى الله عليه وآله في مثل هذا اليوم، في اليوم 26 من شهر صفر السنة 11 للهجرة، جهز جيشا كبيرا فيه كثير من المهاجرين والأنصار، بل فيه أكثر المهاجرين والأنصار، ورأس على هذا الجيش أسامة بن زيد بن حارثة، وأمرهم أن يذهبوا إلى الروم، قتال الروم، وكرر عليهم، أصر عليهم أن يخرجوا من المدينة، أن يذهبوا. حتى في بعض النصوص أن أسامة قال لرسول الله: يا رسول الله، أنت بهذه الحالة؟ أنا أخرج غير مطمئن القلب، أنت في حالة غير مستقرة، دعني أبقى. رسول الله صلى الله عليه وآله كرر عليه مرارا أن أخرج مع الجيش، لا يبقى أحد منكم في هذا البلد، في المدينة المنورة. طبعا قصد النبي صلى الله عليه وآله واضح، لأن لا يكون هؤلاء في المدينة حتى لا تحدث مشاكل كما حدثت. وهذه القضية وردت، مقاطع من هذه القضية وردت في مصادر الشيعة، في مصادر العامة، في البخاري بعض المقاطع وردت، في مسلم، في شروح البخاري ومسلم، لعله إذا ما كان جامع مختصر الإنسان يريد هذه القضية من كتب العامة، كتاب شرح النهج لابن أبي الحديد، وإلى حد ما كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر، هناك لعله جمع للقضية أكثر من يعني في بعض الكتب التي رأيتها أنا في مصادر الشيعة. القضية واردة: نفذوا جيش أسامة، في بعض العبارات بعث أسامة
ثم لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من تخلف عن جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، والبعض تخلف والبعض رجع، ذهبوا أخرجهم رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم سمعوا أن صحة النبي صلى الله عليه وآله متدهورة فرجعوا، وحدث ما حدث في مخالفة أمر رسول الله، نفذوا أمر وخالفوا هذا الأمر لرسول الله صلى الله عليه وآله، وحدث ما حدث. هذا الحادث الثاني في مثل هذه الأيام. الحادث الثالث، هذا الحادث الذي لا يحتاج أن نتحدث عن آثاره، استشهاد خاتم الأنبياء، فقدان البشر، فقدان عالم الدنيا، فقدان عالم الدنيا لأشرف مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى. لا نريد أن نتحدث عن آثار استشهاد النبي صلى الله عليه وآله، هو استشهاد النبي المصيبة الحقيقية، هو أن لا يكون رسول الله سيد الأولين والآخرين، أشرف مخلوق، أفضل مخلوق خلقه الله، أن لا يكون بين البشر. هذا أكبر شيء على البشر، أكبر مصيبة على البشر. واستشهد رسول الله صلى الله عليه وآله مسموما. الإمام الصادق على ما ببالي صلوات الله عليه يقول: والله هما سمتاه، والله هما قتلتاه. استشهد مسموما. في اليوم 28 من شهر صفر. الحادث الرابع في نفس ذلك اليوم، في اليوم 28 من صفر، اجتمع جمع من المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة، وحدث ما حدث من القبائح. أنا لا أقول قبائح، انظروا ماذا كتبوهم في قضية السقيفة، ماذا حدث في السقيفة. النبي صلى الله عليه وآله لتوه، لعله دقائق تمضي على استشهاد النبي، الكل مذهول، أمير المؤمنين بعظمته كان مذهولا. اقرأوا عبارات أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عندما يتحدث عن لحظات استشهاد النبي صلى الله عليه وآله، كم كانت تلك اللحظات صعبة. هؤلاء مشغولون هنا في سقيفة بني ساعدة، القبائح ارتكبت، إلى أن بايع بعضهم أبا بكر. طبعا كمعلومة، أول من بايع أبا بكر في السقيفة هو المغيرة ابن شعبة، ثم بعده شخص الآن لا أتذكر بالضبط اسمه، اسم غير مألوف وفي اسمه اختلاف، ثم بعد ذلك جماعة أبي بكر، أبو عبيد الجراح وعمر وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل. وهناك تحليل واضح، طبعا التحليل في كتبنا في مصادرنا ورد بالتصريح، ولكن هم لا يصرحون بهذه القضية. لماذا جماعة أبي بكر تأخروا ولو قليلا في البيعة لأبي بكر؟ المغيرة ما كان من جماعة أبي بكر، يعني هؤلاء الذين كانوا مجموعة واحدة، المغيرة كان خارج هذه المجموعة، المغيرة وذاك الشخص الثاني. على أي حال، هناك تحليل لا علي به الآن، وهذا التحليل ورد بالتنصيص بالتصريح في مصادرنا، حدثت ربكة. على أي حال، هذا أيضا في اليوم 28 من صفر.
الحادث الخامس دفن رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله استشهد في يوم الاثنين بعد يوم ونصف تقريبا في ليلة الأربعاء. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ما دفن رسول الله سريعا لكي يأتي المسلمون ويصلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله حتى تكون هناك فسحة مجال الذي يريد أن يأتي ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله. كانوا يدخلون عشر عشر يصلون على النبي بالطريقة الخاصة ويخرجون. فبعد ذلك في ليلة الأربعاء دفن رسول الله صلى الله عليه وآله في نفس البيت الذي قبض وهو بيت فاطمة، وفي نفس المكان الذي قبض، نفس المكان نحو الجسم الشريف حفروا ذلك المكان ودفنوا رسول الله صلى الله عليه وآله في نفس ذلك المكان. ومن العجائب أن أهل السقيفة لم يحضروا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يحضروا دفن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا ما صرح به بعض كبار علمائهم، ما لوح صرح به. راجعوا فتح الباري لابن حجر، أهم شارح للبخاري. الحدث السادس بعد دفن الحدث السادس الهجوم على دار أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هناك أكثر من هجمة على دار أمير المؤمنين ليأخذوه للبيعة. الهجمة الأولى كانت بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله بيوم أو يومين، يعني كانت الهجمة قبل دفن النبي صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله استشهد يوم الاثنين، كانت هذه الهجمة الأولى في يوم الثلاثاء احتمال، واحتمال أن هذه الهجمة كانت في نفس الليلة التي دفن فيها رسول الله ليلة الأربعاء أو في صباح الأربعاء، يعني بعد يوم من استشهاد النبي قبل دفن النبي أو بعد دفن النبي مباشرة. يا علي اخرج للبيعة، لا تعليق، لا تعليق على هذا الحدث. عائلة مصابة برسول الله يهجمون على دارهم، عجيبة هذه القضية حقا عجيبة. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في مصائبهم بدل أن يأتي شخص يعزيهم كانوا يؤذونهم، شيء غريب هذا. بدءا من رسول الله صلى الله عليه وآله، عندما استشهد، عندما توفي أبو طالب وتوفيت خديجة، في ثلاثة أيام رسول الله صلى الله عليه وآله فقد أعز الأشخاص، فقد أبا طالب هذا المحامي الكبير عمه، فقد زوجته الوفية خديجة سلام الله عليها. في خلال ثلاثة أيام هذا هاتان المصيبتان الكبيرتان على قلب النبي، تعلمون ماذا صنعوا برسول الله؟ هجموا عليه يرمونه بالحجارة. لا 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 الله، بدلا يأتي شخص يعزي رسول الله. ثم القضية قضية الزهراء، ثم قضية سيد الشهداء، مصابون هؤلاء تعالوا عزوهم. ماذا صنعوا بأهل بيت الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بعد المصيبة الكبرى التي حلت؟ على أي حال، الحادث السابع في هذه الأيام في يوم الأربعاء بعد استشهاد النبي، يعني بعد يومين من استشهاد النبي صلى الله عليه وآله، بدأ أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بجمع القرآن. ماذا يعني جمع القرآن؟
مما لا شك فيه أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه جمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وآله، هذا شيء لا شك فيه، وهناك أدلة، راجعوا كتاب متى جمع القرآن، واضحة أدلة واضحة أن القرآن الكريم جمعه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في زمن النبي صلى الله عليه وآله. فما هو معنى أن أمير المؤمنين بدأ بجمع القرآن الكريم بعد استشهاد النبي بيومين؟ جمع القرآن الكريم، هذا القرآن الموجود بأيدينا، هذا جمعه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في زمن النبي، ولكن تفاصيل القرآن، متى نزلت، أين نزلت، التأويل والتفسير والتنزيل للآيات الكريمات، هذه لعلها كانت في قصاصات، كانت في أوراق، فجمعها، بدأ بجمعها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حتى تصبح في مكان واحد ليسهل انتقال هذا القرآن. هذا القرآن هو القرآن بتفاصيله، ليس هذا القرآن، قرآن هذا القرآن ولكن تفاصيل هذا القرآن. هذا القرآن الكريم ليس فيه نقص كما يحاول البعض أن يرمي الشيعة بهذه التهمة، لا علينا، أكثر علماء الشيعة على أن هذا القرآن هو القرآن الذي جمعه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في زمن النبي صلى الله عليه وآله، وهو القرآن، لكن تفاصيل القرآن جمعها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله، من اليوم الثاني، يعني عفوا، من اليوم الثالث، يومان بعد استشهاد النبي، في يوم الأربعاء بدأ، وإلى اليوم السابع أو إلى 7 أيام بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله أكمل جمع القرآن الكريم، جمع تفاصيل القرآن الكريم. وهذه القضية بتأمل بسيط تكشف لنا أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان في زمن النبي مشغولا جدا. أمير المؤمنين كانت على عاتقه مهام كبرى، إحدى المهام الذي كان المسلمون غافلين عنه، حفظ حياة النبي صلى الله عليه وآله. رسول الله معرض للأخطار، رئيس حكومة، رئيس دين، شخصية مرموقة، منافقون بين أصحابه، معرض للأخطار. أمير المؤمنين كان هو الذي يحمي رسول الله من الأخطار، ولذا رسول الله صلى الله عليه وآله قتل من الطريق الذي ليس لأمير المؤمنين طريق هناك. من قتل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أشخاص أمير المؤمنين ما كان يتمكن أن يحول بينهم وبين رسول الله، وأنتم تعرفون أمير المؤمنين ما ترك أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وآله من قبل أناس آخرين، كان يحمي رسول الله، وهذه مهمة كبرى، وقضايا وقضايا حدثت، ولكن هذه الثغرة ليس لأمير المؤمنين فيها مجالا. هؤلاء يتصلون برسول الله من دون استئذان من أمير المؤمنين، واضح. وثم مهام أخرى، هناك أمور لا يؤديها عن رسول الله إلا نفس رسول الله. اقرأوا قضية سورة البراءة، بعض الناس يتصور أن هذه القضية كانت خاصة بسورة البراءة، لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك، النص لا يؤدي، النص ليس لا يؤديها، يعني القضية ما كانت خاصة بسورة البراءة، جبرائيل ما قال لرسول الله يا رسول الله لا يؤدي هذه السورة إلا أنت أو رجل منك، قال جبرائيل لرسول الله في قضية سورة البراءة، تبليغ سورة البراءة، قال لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك. مهام كبرى كانت على عاتق أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، أولئك كانوا مشغولون. الصديقة الكبرى صلوات الله عليها تقول،
وأنتم في رفاهية من العيش، وادعون فاكهون آمنون، تتربصون بنا الدوائر، تبحثون عن مجال، توقعونا في مصيبة، في بلاء. السيد رضا الهندي يقول، يخاطب أمير المؤمنين، يقول: أنت المهتم بحفظ الدين وغيرك بالدنيا يغتار. الدين لك، أنت المهتم يا أمير المؤمنين، غيرك مشغول بأشياء ثانية. ورد في حديث عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام في الكافي الشريف، مضمون الحديث الشريف، أنه من ادعى أنه جمع القرآن كله كما نزل، لا هذا القرآن، كما نزل يعني كل تفاصيل القرآن الكريم، فهو كذاب، أو عبارة هكذا: لا يدعي ذلك إلا كذاب. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ما جمع القرآن الكريم كما نزل إلا أمير المؤمنين والأئمة من بعده. الحادث الآخر: بعد أن جمع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم، عرض القرآن الكريم على الصحابة، حدثت محاورة، رفضوا، على أي حال لا علينا به. فخطب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، يعني جمع القرآن الكريم انتهى في يوم الاثنين الثاني بعد استشهاد النبي، أسبوع بعد استشهاد النبي، خطب أمير المؤمنين في نفس ذلك اليوم أو في اليوم التالي، الآن لا أتذكر، خطبة الوسيلة، وهذه خطبة جدا كبيرة وعظيمة، موجودة في كتاب الكافي، موجودة في مصادر أخرى. خطب هذه الخطبة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وآثار هذه الخطبة كبيرة لا علينا. الحادث الثامن أو التاسع، الثامن: بعد أن خطب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هذه الخطبة، في تلك الليلة، في ليلة الثلاثاء، إتمام الحجة والاستنصار، أخذ أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء والإمامين الحسن والحسين، أخذهم إلى بيوت المهاجرين والأنصار. أنتم قبل 70 يوم، قبل شهرين، 3 أشهر، بايعتموني في الغدير، نسيتم؟ إتمام حجة عليهم. أمير المؤمنين كان يعرف هؤلاء وضعهم كيف، كان يعرف أنهم يتخاذلون، يتقاعسون، ولكن أتم الحجة عليهم. فلم ينهض لنصرة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من كل المهاجرين والأنصار إلا 4: سلمان، أبو ذر المقداد، ولعل الرابع عمار فقط. كم كان في المدينة المنورة من المهاجرين والأنصار الذين بايعوا أمير المؤمنين يوم الغدير؟ فقط هؤلاء الأربعة. تم الحجة عليهم فقط. الحادث التاسع: الهجوم الأكبر على دار أمير المؤمنين. الهجمة الأولى قلت بعد يوم من استشهاد النبي أو بعد يومين، ولكن بعد 8 أيام أو 9 أيام، يعني في اليوم الثلاثاء الثاني بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله، لعله يكون في اليوم السادس من ربيع الأول، إن كان شهر ربيع الأول، إن كان شهر صفر 30 يوما في تلك السنة، يكون اليوم السادس من ربيع الأول، حصلت هجمات، على الأقل هجمتان. الهجمة الأولى كانت، هناك هجمتان أو 3 هجمات حدثت في يوم واحد
والهج هو اليوم السادس لعله أو السابع من ربيع الأول حسب اختلاف شهر صفر آنذاك في تلك السنة، حدثت هجمتان أو ثلاث هجمات، والهجمة الأخيرة كانت تلك الهجمة الكبرى في حديث عن الإمام الباقر على ما ببالي صلوات الله عليه، أو الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، يعبر عن هذه الهجمة بأصل يوم العذاب. هذه الهجمة الذي أخذت حياة الصديق الكبرى، الحياة الدنيوية للصديق الكبرى، سيدة نساء العالمين، هذه التي خلقت أنوار من نورها، الصديق الكبرى تقتل بتلك الطريقة المفجعة، ويقتل ثلث نسل رسول الله. قتل المحسن، والمحسن كان يشكل ثلث نسل النبي صلى الله عليه وآله في تلك الهجمة، مع الانتهاك العظيم للحرمات. ما قتل في مكان في زاوية بدون أن يعرف أحد، علنا تقتل الصديقة الكبرى. هذا هتك للحرمات، يعني لا قيمة لك يا رسول الله، يعني لا قيمة لك أيتها الصديقة الكبرى، يعني لا قيمة لك يا أمير المؤمنين. معنى قتل الصديقة الكبرى في دارها، ما خرجت الصديقة الكبرى خارج المنزل، تقتل في دارها وبتلك الطريقة المفجعة. ألا لعنة الله على القوم الظالمين، ألا لعنة الله على القوم الظالمين. أصل يوم العذاب، هناك تفسير لهذه الكلمة، ما هو معنى أصل يوم العذاب؟ أي عذاب هذا؟ على من هذا العذاب؟ ولكن كيفما كان فهو أصل يوم العذاب، هذه المصيبة التي انتهت إلى تلك المصيبة الكبرى، إلى قتل سيد شباب أهل الجنة، إلى قتل الإمام الحسين بتلك الطريقة المفجعة. ولذا يقول الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في ساعته الأخيرة: قتلني فلان وفلان. تعرفونهما؟ في الحديث الشريف قتل الحسين يوم الاثنين. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام الكل يعرف تقريبا محل اتفاق، الإمام الحسين قتل يوم الجمعة، ما قتل يوم الاثنين. يوم عاشوراء كان يصادف الجمعة في تلك السنة. ماذا معنى؟ ما هو معنى قتل الحسين يوم الاثنين؟ يوم الاثنين إشارة إلى ذلك اليوم الذي أسس فيه الظلم على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذه بعض الأحداث التي حدثت في تلك السنة. لعل أنا عندي أمل أن بعض المؤمنين يجعل من وقته من طاقته شيئا يجمع هذه الأحداث التي حدثت في السنتين العاشرة والحادية عشرة للهجرة، مع توثيقها، مع تفصيلها. حوادث كبرى حدثت بدءا من الغدير إلى بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله، والحوادث التي كانت بعد استشهاد النبي. الحادث العاشر أذكر حتى تكتمل عشرة حوادث، وإن كانت هي أكثر من هذا المقدار. اغتصاب فدك، هذه القضية الكبيرة التي أيضا تركت أثرا كبيرا في هذه الأمة، أيضا شيء علني، مخالفة علنية للقرآن الكريم، مخالفة علنية لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وهم عدل القرآن الكريم. اغتصاب شيء من الصديقة الكبرى، أفضل امرأة خلقها الله سبحانه وتعالى، وثالث أفضل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، تغتصب هذه الأرض من الصديقة الكبرى صلوات الله عليها. والحديث في فدك حديث
طويل أنهم بذلك خالفوا على أقل التقادير 6 أمور واضحة بديهية. طبعا المخالفات كثيرة ليست 6، ولكن الأمور الواضحة 6 أمور واضحة خالفوها في قضية فدك. إحداها هذه القضية المشهورة أنهم أخذوا فدك من فاطمة الزهراء وهي صاحبة اليد، وطلبوا الشهود منها، ولا يطلب في أي دين في أي قانون من قبل أي عاقل لا تطلب الشهود من صاحب اليد. صاحب اليد لا تطلب منه شهود، الذي الشيء في يده لا تطلب منه شهود. يأخذون من الصديق الكبرى، ناهيك عن مقام الصديق الكبرى، ناهيك عن الأدلة الأخرى، يأخذون منها هذه الأرض ثم يطلبون منها شهودا بدل أن يأتوا هم بالشهود، يطلبون من الصديق الكبرى. وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في احتجاجه على أبي بكر في قضية موجودة مذكورة في كتاب الاحتجاج. لا أريد أن أقول شيء عن مصائب النبي صلى الله عليه وآله، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله ولد بالمصائب، ولد وأبوه كان قد غادر الحياة، وإلى استشهاده. ومصائب النبي الكبرى مصائبه في أهل بيته التي تحدث بعد استشهاده. الإنسان يغمض عينيه عندما يموت عادة مطمئنا، رسول الله صلى الله عليه وآله غمض عينيه. مضطربا على ما يحدث لأهل بيته عليهم الصلاة والسلام، يعلم ماذا سيحدث وقد أخبر بذلك. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ونبينا خاتم الأنبياء هذه المصيبة الكبرى، وجعلنا الله سبحانه وتعالى من الطالبين بثاره تحت راية وليه الإمام المهدي من آل محمد. اللهم بحق رسول الله، بحق أهل بيته الطاهرين، لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم بحقهم وارزقنا زيارتهم في الدنيا، وارزقنا اتباعهم في الدنيا، وارزقنا الدفاع عنهم في الدنيا، وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله أكبر، الله أكبر.